عن معنى قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وهل هؤلاء الراسخون في العلم هم في زمن نزول القرآن أم هم موجودون إلى قيام الساعة؟ أم أن علم التأويل مقتصر على الله تعالى وحده وقوله والراسخون في العلم بداية آية جديدة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. نعم. في موضع الوقوف، هل هو على لفظ الجلالة ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به جملة مستأنفة، أو أن الراسخين في العلم معطوفون على لفظ الجلالة ولا يتعين الوقف على لفظ الجلالة؟ وهذا يرجع إلى تفسير التأويل، معنى التأويل، هذا يرجع إلى معنى التأويل والمراد به. فإن كان المراد بالتأويل التفسير ومعرفة المعنى فإنه يصح العطف على لفظ الجلالة. نعم. فتقرأ الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بمعنى أن الراسخين في العلم يعرفون معاني التأويل المتشابه. نعم. ويفسرونه بأن يحملوه على المحكم ويردوه إلى المحكم. وإن أريد بالتأويل هنا مآل الشيء وكيفيته، مريد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء وكيفيته التي هو عليها من الأمور التي أخبر الله عنها من المغيبات، فهذا لا يعلمه إلا الله ويتعين الوقف على لفظ الجلالة. فتقرأ الآية وما يعلم تأويله، يعني الحقيقة التي يؤول إليها والكيفية التي هو عليها مما أخبر الله تعالى عنه في كتابه من الأمور المغيبة كذاته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وما في الدار الآخرة من النعيم والعذاب غير ذلك، هذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلم كيفيته وحقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. أحسن الله إليكم.